نحمده سبحانه، نحمده في الحال والمآل، نحمده حتى يرضى عنا، ونحمده إذا رضي عنا، ونحمده بعد الرضا عنا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين، ورضي الله عن صحابته أجمعين، وعن كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا بإذنه تعالى عن موقع الأخلاق في بناء الإنسان وبناء المجتمعات. أذكركم أيها الأحباب بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أحسنكم خلقا. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على مسلم أو يكشف عنه كربة أو يقضي عنه دينا أو يطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، مسجد المدينة المنورة. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستره الله وستر عورته، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أيها المؤمنون، أيتها المؤمنات، في الخطبة السابقة كان الحديث عن الصدق وعن مصيبة الكذب، واليوم أحاول وقفة مع خلق الأمانة وضدها الخيانة. هذه الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفن من تبعات هذه المسؤولية وحملها الإنسان. هذه الأمانة محورها يدور حول شيء محدد، هو إحساس المرء ب
بتبعته في كل أمر يوكل إليه، وإدراكه الجازم بأنه مسؤول عنه أمام ربه سبحانه. إحساسك بهذه المسؤولية بمختلف تجلياتها وموضوعاتها، وإدراكك بأنك محاسب على هذه المسؤولية في مختلف جوانبها، تلك هي الأمانة. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في النفوس ضخامة هذه الأمانة، فكان يودع المسافر فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. الأمانة أيها المسلمون، قصر بعض الناس مفهومها على الودائع التي يتركها بعضهم عند بعض، وإنما تلك الودائع جزء من معنى الأمانة بصفة عامة. هذه الأمانة وتحملها برهان دين المرء وصدقه في إيمانه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، من لا يحس بالمسؤولية، من لا يقوم بواجبه في هذه المسؤولية أيا كان موقعه ضمن التفاعلات الاجتماعية والبناء الإنساني. من لم يكن له إحساس بهذه المسؤولية، من لم يقم بما يجب عليه في أداء واجبه في هذه المسؤوليات المتعددة، فلينظر إلى أي دين ينتمي، إلا أن يزعم أنه ينتمي إلى دين اسمه الإسلام، فذاك فيه نظر. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وانظروا أيها المسلمون كيف أن الخطيب الأول محمداً صلى الله عليه وسلم كان يركز في الصحابة في كثير من خطبه قائلاً: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله ربه سبحانه من الخيانة ومن الجوع والفقر والحرمان. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم يا الله إني أعوذ بك، احفظني من مصيبتين اثنتين خطيرتين من الجوع. الجوع يقتل ويخلق في الإنسان أفكارا شاذة، ويجعله عدوا لمن جوعه، وحق لمن جوع أن يشهر سيفه رافعا إياه مدافعا عن لقمة خبزه، كما قال أبو ذر: عجبت لمن جاع كيف لا يشهر سيفه. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ينام معك شخص اسمه الجوع، بئس من يضاجعك. وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس
ليست البطانة. لماذا جمع في الحديث أيها الناس بين الجوع والخيانة؟ أليس من أسباب جوع كثير من الخلق خيانة كثير من ذوي السلطان والمسؤوليات لأموال الأمة مما ترتب عنه إفقار من افتقر وتجويع من جاع؟ الجوع ضياع الدنيا والخيانة ضياع الدين، كما قال الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم. أيها المسلمون، إن مقياس الأمان مقياس حكيم دل عليه قول رب العالمين: ولقد قص علينا كتاب الله عن امرأة ذكية حكيمة مؤمنة اقترحت على أبيها أن تتزوج من موسى عليه السلام، ألم تذكر من بين مقاييسها في هذا الترشيح إن خير من استأجرت، الاستئجار أولا ثم الزواج ثانيا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. كم من أقوياء خبراء أذكياء لم يخدموا أمتهم ولا قضاياهم لأن خيانتهم حولت طاقاتهم وخبرتهم واختصاصهم وإمكاناتهم باتجاه غير صحيح. وكم من أمناء ولكنهم كانوا أغبياء خاملين معطلين ليست لهم كفاءات ولا قدرات، ضيعوا أمتهم أضاعوها بقلة كفاءتهم وعدم تأهلهم لما أسند إليهم. فلا بد من الجمع بين الأمرين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيها الناس، من معاني هذه الأمانة وضع كل شيء في المكان الجدير به واللائق له، فلا يسند منصب إلا لصاحبه الحقيق به، ولا تبلغ وظيفة إلا بالرجل الذي ترفعه كفايته إليها. قال أبو ذر: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تسند إلي بعض المناصب؟ قال الراوي: فضرب رسول الله بيده على منكب أبي ذر، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يا أبا ذر، إنك ضعيف، لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم خبيرا بأصحابه وبمواقعهم، فوجه أبا ذر ومن خلاله كل مسلم صادق ولكنه ليس كفءا إلى المعادلة التالية: إن المسؤولية لابد من أدائها، ولا يمكن أن يغني عن تعطل مصلحتك فيها صدقك وخوفك من ربك ما لم تكن في مستوى هذه المسؤولية ومؤهلا لها بخبرتك ومؤهلاتك. وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. لقد جاءني شخص ذات يوم وقال لي: ألا تذهب إلى فلان لتهنئه بتقلده منصب من المناصب؟ قلت: أهنئه أم أذكره فأنصحه؟ أنا أقول لك كل ذلك الشخص وهو صاحبي، قل له: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. ذكره بهذا الحديث وأن منصبه ليس تشريفا بل هو تكليف، وأن أماناته قد ازدادت ومسؤولياته
تهنئه: أيها الناس، إن الذي هو أهل وكفء ولا يرى أحدا يقوم بهذه المهمة مطالب شرعا وواقعا وعقلا بأن يتقدم لهذه المسؤولية وأن يقوم بإنجازها ما دام أهلا لذلك. ولذلك قال يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام قال لعزيز مصر، قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. لم يقل إني نبي، قال إني حفيظ عليم. وإن كان من مقتضيات النبوة أن يكون كل نبي حفيظا عليما، ولكن التركيز على هذين المعنيين حفيظ عليم يبين لكم أن الأمانة تحتاج إلى مؤهلات، وأن المسؤوليات مجموعة من التبعات لا بد من الخوض فيها. ويحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أي تفريط في هذه المسؤوليات المتعددة، وخصوصا ما يتعلق بالأموال العامة، أموال الأمة. فيقول صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرض، عصابة مجموعة من الناس، من استعمل رجلا على عصابة، من جعله مسؤولا في موضوع في مجال من المجالات، وفيهم من هو أرضى لله منه. أن تقترح عليك أن تقدم أسماء لمنصب من المناصب، فاقترحت شخصا وأنت تعلم يقينا أن هناك من هو أرضى لله منه، أقوى وأكثر أمانة وأحسن من سينجز هذه المسؤولية. إذا فعلت ذلك فقد خنت الله ورسوله والمؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. أيها الإخوة، إن الفوضى التي يمكن أن تنشأ في المجتمع لها أسباب كثيرة، ومن أهمها أن تسند الأمور إلى غير أهلها. جاء رجل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى تقوم الساعة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال الصحابي: وكيف إضاعتها؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وضع الإنسان غير المناسب في مكان هو مصلحة للأمة خيانة لله ورسوله وللمؤمنين. والمسؤول إذا وضع بينه وبين الناس حواجز يوشك أن يضع الله بينه وبينه حاجبا يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا، كانت له مسؤولية صغيرة أو كبيرة عامة، من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة، من لا سند له، من لا علاقات له، من لا منصب له، من لا جاه له، تغلق في وجهه الأبواب. ماذا يحدث؟ من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب عن أولي الضعف والحاجة احتجب الله عنه يوم القيامة. أيها المسلمون، ومن الأمانة أن يحرص المرء على أداء واجبه كاملا في العمل الذي يناط به. قال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله بين الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به، فيقال: هذه غدرة فلان، خيانة فلان. وقال صلى الله عليه
لكل غادر لواء عند موته وعند قيامته يرفع له بقدر غدرته، ولا غادر أعظم من أمير عام يتولى أمور عامة إذا خان المسؤولية، فخيانته أشد لأن عواقب خيانته تنتشر في المجموع. أيها الإخوة المؤمنون، فما حكم من تولى أمرا ماديا ماليا من أموال الأمة ثم أخذ منه شيئا لنفسه؟ قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، من وظفناه في وظيفة ودفعنا له أجرته، فما أخذ بعد ذلك خارج أجرته خارج راتبه فهو غلول، والغلول ما يسرق من أموال الغنيمة قبل تقسيمها، وهو اختلاس من مال الجماعة، وهو المال الذي يجب أن ينفق في مصلحتها وفي المصالح الكبرى. قال الله تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما الذي يؤدي وظيفته ويتحمل أمانته ويبذل في سبيل ذلك ما يستطيع فله البشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل وضر مسؤول عن قطاع من القطاعات داخل المجتمع وفي ذلك مال، العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. الذي يؤدي أمانته ويتحمل مسؤوليته على قدر استطاعته إنه مجاهد في سبيل الله يكتب له أجر أعظم واجب في الإسلام، وهو واجب الجهاد في سبيله. أيها الناس، من واجب الخطباء والقادة والنخب المفكرة والإعلام، من واجب كل من يستطيع أن يتحدث أن يذكر الناس بحرمة المال العام، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أخذ هذا المال إلا بحق. لقد وقع أن ابن اللذبية أحد الأشخاص كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مالي ليجمع أموال الأمة من جهة من الجهات، فلما جاء قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. بدأ يقسم في المال جمعه: هذا لكم أي الخزينة، وهذا هدية قدمت لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر خطيبا: أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. أحدهم قال لصاحبه بعد أن تقاعد من وظيفته، قال: الحمد لله ربي عفا عنا من تلك الرشوة. قال: إذا بلا قتل يعطيها إيش تعمل؟ الآن تتوب بالمال. لما كنت في الموقع والمصالح الناس بين يديك، عندئذ كانت توبتك مطلوبة. بس الله يعفو عن الجميع، ولكن المقصود التوبة في حينها، لأن خيانة الأمانة ليس من علامة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ولما كان الحرص على الأولاد ماديا وعلى الأهل قد يكون وراءها
كثير من الخيانات والسرقات قال الله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة امتحان وأن الله عنده أجر عظيم. أيها الناس، ومن الأمانة المجالس. تحدث شخصا معينا في مجلس أمانة، لا حق لك في إفشاء أسراره ولا في كشف مضمونه إلا لمصلحة معتبرة شرعا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت فهو أمانة. المجلس أمانة. قال صلى الله عليه وسلم: المجلس بالأمانة إلا ثلاث مجالس: مجلس سفك دم حرام في تآمر على شخص لكي يقتل لم يعد أمانة، وجب عليك أن تقوم بتصرف مناسب، أو فرج حرام اعتداء على أعراض الناس، أو اقتطاع مال بغير حق. أيها الإخوة المؤمنون، ومن الأمانة أن تحفظ أسرار الزوجية وخصوصا العلاقات الخاصة الجنسية. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده، فقال صلى الله عليه وسلم: لعل رجلا يقول ما فعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. يعني من الأمور الجنسية الخاصة. تقول أسماء: فأزم القوم، أي سكتوا وجلين خائفين. فقلت: أسماء، أي والله يا رسول الله، إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن. قال صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون. فهل ترضى لنفسك أن تقوم بما تقوم به في بيتك الخاص مع زوجتك أن يراه الناس؟ فكذلك عندما تفشي أسرار الزوجية والعلاقات الجنسية للآخر إنك تقوم بهذا العمل الشنيع. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته من الناحية الجنسية وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وبعض الناس يتساهلون في هذا الموضوع وعليهم أن يتقوا الله في ذلك. أيها الإخوة المؤمنون، قال ابن مسعود رضي الله عنه: القتل في سبيل الله الشهادة يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال ابن مسعود: يؤتى بالعبد يوم القيامة. وهذا الحديث موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنه لأنه يتحدث عن أمور الغيب يحمل على حكم المرفوع كما هو معروف عند علماء الحديث. الموقوف يأخذ حكم المرفوع لأنه يتحدث عن أمور تتعلق بالغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله ورسوله الذي أخبره الله بذلك. يبتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أد أمانتك. فيقول: أي ربي، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبين حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبين، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال ابن مسعود: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والغسل أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها. وأشد ذلك الودائع التي يستودع الناس بعضهم بعضا فيها. ولما سمع أحد الصحابة هذا القول من ابن مسعود رضي الله عنه جاء إلى البراء فقال: أما سمعت ابن مسعود ماذا يقول؟ قال البراء: صدق ابن مسعود، أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. اللهم اجعلنا من الأمناء الأقوياء. آمين يا رب العالمين.